بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على إرضائك بالتمام والكمال يا أهل الإحسان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضا ولا عدوان إلا على أهل الفساد في ملك الرحمة. يقول ربي سبحانه وتعالى: خليني ساكن أذكركم بآية سابقة. لقد صدق الله رسوله، أو صدق الله رسوله بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا فتح آخر. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا. احنا مناش خايفين إلا من معصية. أمش خافوكم أنتم من ذال أقزام وأشن الأقزام؟ فلا، حرام علينا أن ندخل، والله حق أن يخشى، والله حق أن يطاع، وحق أن يصدق. يقول ربي: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، اللي يقبل منعون عن ذلك من ذلك، ومقصرين. شوف شوف التخفيف في أداء شعيرة الحج. لا تخافون، فعلم قبل كنا في الجولة الأولى، فما من يخاف لا يفتك بنا أعداء قريش ويهود من وراهم كمحفزين وكمجتهدين في فتنتنا وتعجيزنا. يعني لا نعجز، ولا يمكن لنا أن نعجز، لأنه إذا كان ربي يرسل أمر إحنا أول من يطيع، وإذا كان وعد أول من يصدق، ومن صدق الله صدقه الله. قلنا لكم وريناكم وحضرناكم، ولهذا حتى حد ميلومنا إذا كان تقنا على مخازن فيها الذوبات اللي على مضرة الشعوب بما فيها اللي شبه مسلمين، هكا كله لازم نفكوه باش تزيد إغاظتكم، تزيد القدام يا كلاب سويسرا وإنجلترا وغيره وغيره، محلقين ما يخيموش في مكان سويسرا، اسمها أماكن تخزين الذوبات وتزوريس مذايا. معناها بالله العظيم اللي هو الأماكن اللي فيها نفع من هذه التخزينات، معناها باش يزيدوا كب وسعد الضعفاء، هذاك يرجع لينا بفضل الرحمن، وإذا كان ما رجعش في لما المفيد تتحرموا منه أنتم على طول الزمن. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، لأنه عليم، وهو ما عندوش فرق ما بين ماضي بالنسبة لنا حمادي، ولا حاضر بالنسبة لنا، ولا مستقبل بالنسبة لنا. لا، الله يستوي، عنده الأزمنة كلها كان نوعها وترتيبها. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريب. بعد نرجو للآية 28: هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق، دين الحق، سي لا ريليجيون دو فري، ما فماش لو فو في الإسلام، إي نو جو با لو فو، فوز أفي كومبري، أون فو كرو با، سوف إين مينوريتي كي دان جور أ لوتر، دون نانو سكوند أ لوتر، إل فا سو كونفيرتير أ الإسلام، والحمد لله رب الأنام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق. إذا كان هدى ودين الحق، ماذا سيترتب على هاتين السيمتين؟ سنراه في الشريط الآتي إن شاء الله.